كلها نازلة ما شاء الله، نازلة كلها علشان خاطر تنتخب. سلبيات طبعا ان مفيش نظام. الايجابيات يعني الحمد لله رب العالمين في نسبة مشاركة عالية الحمد لله رب العالمين. السلبيات بقى الناس لسه ما اتمرنتش على الديمقراطية وما اتمرنتش على النظام، لسه محتاجين شوية، لسه مولودين جداد. الورقة مش مختومة ولا ممضية، يعني ولا مختومة ولا ممضية، والمفروض ان هي تبقى مختومة وممضية. المفروض يبقى في نظام اكتر من كده، المفروض ان في واحدة تدخل مع المسنة او مع اللي مش متعلمة، لان هي مش عارفة تتكلم وانا عارفة تكتب. كام الورقه جه كام الورقه مختوم ولا مش مختوم الورقه مش مختوم النظام من الساعه 8 الصبح واللي كان ما فيهاش حبر الناس بتطلع من غير ما تختم لا ابتدوا متاخر 4 ساعات يعني احنا رحنا الساعه 8 ابتدوا الساعه 7 ابتدوا يعملوها امتى الساعه 10 واخد بالك التاخير الاسم بيوزع اللجان النهارده مش الاصول دي الكلام ده من اسبوع ولا من اسبوعين بقول له الحبر فين يقول لي امشي ما فيش خلصنا ما ينفعش كده اللي بيقول لي العادي ما ده ولا ما ينفعش يا جماعه في طبعا مش هنفع على الناس كده يحصل تسريب للورق في ورق مش ممضي او مش مختوم وده بيؤدي لتسريب الورق